موجودين النهارده في استاد القاهره في حدث خاص جدا جدا، وهو تكريم النادي الاهلي بالدرع رقم 44، ومعانا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي في حديث خاص جدا. كابتن محمود الف مبروك. الله يبارك فيك يا سيف. الحمد لله رب العالمين. الحقيقه يمكن الشكر لله سبحانه وتعالى، لان انا خلال السنوات اللي فاتت دي كان في صعوبات كتير، لكن بتحس في مواعيد محدده كده ربنا سبحانه وتعالى يعني بيكلل المجهود وبيكلل النجاح، لان الولاد يستحقوا فعلا النجاح. فانا بشكر الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، بشكر الجهاز واللاعبين انهم الحقيقه تعبوا جدا السنوات اللي فاتت برضه، بشكر مجلس الاداره، بشكر جميع العاملين الاداره التنفيذيه في النادي وجميع العاملين في النادي، بشكر الجمهور دوت الجمهور العظيم ده، بشكره لان انا شايف ان هم الحقيقه ليهم دور، والسنه دي بالذات في بعض اللقطات كده ليهم دور عظيم جدا جدا في فوز النادي الاهلي بالبطوله السنه دي. دور الحقيقه بيدوا مثل، الجمهور ده بيدي مثل للناس كلها، واكبر سند بعد الله سبحانه وتعالى للاعبين هو الجمهور. فانا بشكرهم كلهم، وكمان بشكر يعني الحقيقه روح شهدائنا، شهداء النادي الاهلي، واضيف عليهم ولادنا بناتنا نرجس ونورهان اللي توفوا برضه في حب النادي الاهلي. احنا بنشكر حضرتك الموسم الاطول، تحملت الكثير مع النادي الاهلي، ولكن دايما سمات النادي الاهلي بيقفل صفحه ويفتح صفحه على طول. طبعا كويس انك انت قلت لي كده، لان انا اللاعبين لازم يفهموا دلوقتي بعد ما يخرجوا من باب الاستاد الموضوع ده اتقفل، مفيش اعلام، مفيش حد بيتكلم في حته خالص من اللاعبين ولا الجهاز، كل تركيزهم على اللي جاي، عشان عندنا الحقيقه امور كثيره جدا، مش بتكلمش عشان اربع خمس ايام، لا بتكلم ان انت دخلت سنه جديده لازم تخشها بنفس اراده البطل باذن الله يعني. بشكرك كابتن محمود والف مبروك ودايما. شكرا ليك والله، شكرا حبيبي. خلصنا حديثنا الخاص مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، وزي ما قلنا لحضراتكم احتفاليه خاصه من استاد القاهره، كان انفراد لينا، اول حديث من سنين كثيره جدا لكابتن محمود الخطيب على اون تايم سبورتس.